شاركت بوابة أخبار اليوم المطرب الجميل حلمي عبد الباقي النهاردة وهو بيسجل أغنيته مش دي البطولة. تعالوا معنا نشوف كواليس تسجيل الأغنية. مش دي البطولة إنك تموت أبرياء، ولا هيش بطولة إنك تيتم طفلي، لا ياللي اشتروك الخونة بتراب الفلوس، خلوك تبوس في الظلم وعشقت الدماء. بنرحب بالفنان والمطرب الجميل اللي منورنا النهارده في بوابه اخبار اليوم، المطرب حلمي عبد الباقي. منورنا النهارده يا فنان في بوابه اخبار اليوم. ربنا يخليك، ميرسي جدا، وميرسي ليكي وميرسي لكل المشاهدين. بنبارك لك النهارده على الاغنيه البطوله مش كلام، وعايزينك تكلمنا عنها. هي اسمها مش دي البطوله انك تموت ابرياء، ولا هيش بطوله انك تيتم طفل، لا. هي بتتكلم عن حاله البلد اللي موجوده دلوقتي، ان احنا شايفين ارهاب في ارهاب في ارهاب. يعني انا وانتي وكل المصريين قاعدين بنستفز من اللي بنشوفه واللي بنسمع عنه. ناس بتموت في رفح، وناس بتموت في مصر، وناس بتموت في كل محافظات مصر، واطفال بتتيتم، وحاجه بصراحه عمرنا ما شفناها في مصر، ولا عمرنا تعودنا ان احنا نشوفها في مصر ولا نسمع عنها. فالموضوع استفزني جدا، وكلمت الاستاذ عاطف يونس الملحن، والاستاذ رجب الشاذلي الاستاذ عاطف يونس المؤلف، الاستاذ رجب الشاذلي الملحن، وعملنا التوليفه دي من الكلام لغايه ما استقرنا عليها، وديناها لمدحت طه يوزع، ويا رب، يعني بتمنى من قلبي انها توصل للناس وتعبر عن الرساله اللي احنا عايزين نقولها. عايزين نتعرف منك على كلمات الاغنيه. هي مش دي البطولة انك تموت ابرياء، ولا هيش بطولة انك تيتم طفل، لا ياللي اشتروك الخونة بتراب الفلوس، خلوك تغوص في الظلم وعشقت الدماء. ياللي اشتروك الخونة بتراب الفلوس، خلوك تغوص في الظلم وعشقت الدماء. كده يعني، هي يعني ده المعنى، ونبقى اكيد هنسمع اخرها. عارفة برضو ان حضرتك بتحضر لأوبريت وطني قريب، عايزينك برضو تكلمنا عنه. هو اوريدي احنا غنيناه يعني وتصور، بس ان شاء الله برضو يعني من يومين كده، وان شاء الله قريب هينزل. ده كلام الاستاذ احمد شتا، ولحن وليد منير، وبرضو توزيع مدحت طه، ومشترك انا والاستاذ هاب توفيق وريهام عبد الحكيم، وفنانين من ليبيا مشاركنا، وعمل حلو قوي قوي قوي. عايزين نعرف اسم الاوبريت ايه؟ يعني هم قالوا لي ما تقولش الاسم، بس مش عايز اسمع حاجه منه. هو بيقول على المصريين، مصريين بالملايين. يعني هو بيتكلم عن ان المصريين بقى فيه لحمه، والناس بقت قريبه من بعض قوي، والاول مره بنشوف ان جميع اطياف الشعب لحمه واحده، باستثناء يعني الناس اللي هي بتموت والناس الارهابيين. يعني عايزين نعرف هيبقى اتجاه الفنان حلمي عبد الباقي الفتره الجايه، هيبقى مركز بس على الاغاني الوطنيه؟ يعني هو ده اللي حلتي دلوقتي، يعني يعني هو ده اللي قادرين نقوله دلوقتي، لان احنا الفنان زي الشخص العادي يعني بيعيش حياته، بيعيش الحياه اللي فيها بلده، والظروف اللي بيمر بيها الوطن، فكلنا المفروض ان احنا بنعبر عن ده. يعني حضرتك وحشتنا، وبقالك كتير غايب عننا عن الساحه الغنائيه، وزمان امتعتنا باعمالك الغنائيه ذات القيمه الكبيره الفنيه. عايزينك بقى ترجع تاني بقى وتسمعنا اغانيك الحلوه. ان شاء الله. انا دلوقتي المفروض ان انا بحضر في ألبوم كنت شغال فيه من زمان، بس يعني بعد ما توقفت ان شاء الله انا راجع دلوقتي بخلص في الألبوم، ويا رب البلد تهدى، والبلد تبقى جميله، ومصر ترجع امنه، ويبقى عنوان مصر الامن والامان، ونرجع تاني نغني ونفن ونسمع الناس احلى كلام. اشكرك جدا معانا ونورتنا النهارده في اخبار اليوم. ميرسي ليكي خالص، والاخبار اليوم وللساده المشاهدين. مستحيل تكون انت واحد مننا، مش دي البطولة انك تموت. ومعانا دلوقتي بوابة اخبار اليوم مؤلف الاغنية الوطنية مش دي البطولة، المؤلف عاطف يونس، منورنا النهارده في بوابة اخبار اليوم. حضرتك شكرا جزيلا. عايزينك تكلمنا عن العمل الوطني الجميل مش دي البطولة. هي اغنية مش دي البطولة دي اغنية بتعبر عن الواقع وعن الاحداث اللي احنا بنمر بيها، ومصر كلها حاسة بيها. اعتقد ان حضرتك وكل الناس متضايقين، منفعلين للاحداث اللي بتحصل، وهي جديدة علينا بالشكل الرهيب ده يعني،
وأنا بعتبر أنها تحدي لإرادة شعب وجيش وشرطة. لكن النصر هيكون بإذن الله للحق اللي هو الشعب والجيش والشرطة. نتعرف منك على كلمات الأغنية. هي الأغنية بتقول مش دي البطولة أنك تموت أبرياء، ولا هيش بطولة أنك تيتم طفل، لا يلي اشتروك الخونة بتراب الفلوس، خلوك تغوص في الظلم وعشقت الدماء. كان فين ضميرك قبل ما تدوس على الزناد؟ صح صح ضميرك، بص يشوف مين اللي مات. يلي دعاة الظلم بوعودهم عموك، ضحيت بخوك وفي غفلة يتمت الولاد. بص في عيون الطفل واخته المجروحين، اسمع وجاوب عن سؤاله وقوله مين اللي يتم قلبه في صباه، قوله مين غيرك انت اللي كتب له يعيش حزين. انا مش هسامحك عمري يلي خدعتنا، وازاي اصلحك وانت قاتل شعبنا. يلي زرعت الشر وحرقت القلوب، لا مستحيل تكون انت واحد مننا. عايزين نعرف سبب اختيارك للفنان حلمي عبد الباقي لغنائه الأغنية دي. هو ده مش أول تعامل مع الأستاذ حلمي عبد الباقي. حلمي عبد الباقي عنده إحساس عالي وإحساس جميل، وبعدين ممكن تصدقيه وهو بيغني، يعني بيعيش الموضوع بيعيش الحالة. فطبعا من أول الناس اللي أنا فكرت فيهم كان الأستاذ حلمي عبد الباقي، لأن أنا حسيت أنه حينقل الموضوع للمستمع وحيصدقوه هو بيقولها، لأن هي مشكلتنا كلنا اللي بيقوله ده يعني. فهو خير ناقل خير معبر عن هذا الموضوع يعني من وجهة نظري. طب عايزين نعرف أستاذ عاطف بيحضر الفترة الجاية. والله في حاجات برضو ووطنيات برضو أخدبها حضرتك لمصر في المرحلة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون تغلبنا على هذه الغمة وهذا الكابوس، ونحتفل كلنا بإذن الله بعودة مصر لينا كاملة بلا أعداء سواء في الداخل أو في الخارج. ومنورنا النهاردة في بوابة أخبار اليوم المستشار الإعلامي للفنان حلمي عبد الباقي الأستاذ خالد حمد الله، منورنا النهاردة في أخبار اليوم. ربنا خليك وكل سنة طيبين، وإن شاء الله يعني دائما كده في قلب الأحداث. احنا عايزينك تكلمنا أكتر على الفنان حلمي عبد الباقي وسر تعاونك معاه. والله أستاذ حلمي عبد الباقي في غنى على التعريف، مش أنا أتكلم حلمي عبد الباقي يعني، احنا أكبر أنا أتكلم معاه. سر تعاوني معاه أنا يعني أول حاجة أنا بتشرف أتعامل مع حلمي عبد الباقي الإنسان قبل الفنان. حلمي عبد الباقي تاريخه ناصع يعني مش أنا اللي هتكلم عن حلمي عبد الباقي، لأن هو أصلا تاريخه بيتحدث عن نفسه يعني. فكرة التعاون أو فكرة التشريف من جانب أنا أن أكون في تعاون بينه وبينه، لو كل واحد صحفي كل واحد مشار إعلامي كل واحد في الميديا وقف ورا مطرب محترم زي حلمي عبد الباقي، أكيد هيتم القضاء على الهلس اللي بيحصل واخد بالك، والبواظ جيل بالكامل. فأنا إذا كنت بشتغل مع حلمي فحرصا على أولادي، أنا بتشرف إن بشتغل مع حلمي عبد الباقي، فده حرصا على الجيل اللي صاعد أو الجيل اللي إحنا خد بالك يعني بنتشرف أو إحنا بنتربيهم. لازم كمان نربيهم على حاجة، قيم وأخلاق ومبادئ بعد مستوى الفن ما وصل لهذا المرحلة يعني. فأنا بدعو كل صحفي كل مشهر إعلامي كل واحد في الميديا يقف وراء الفنانين المحترمين أمثال حلمي عبد الباقي لإعلاء الكلمة الراقية وكلمة نظيفة بعد مستوى رح نوصل له. حلمي عبد الباقي على المستوى الإنساني أنا ما شفتش حد بيتكلم عنه بسوء. كل ما أقول لحد أنا بشتغل مع حلمي عبد الباقي أو في تعامل بيني وبينه كمرجع إعلامي يشكر فيه جدا، حد محترم جدا. لما تخش بيته وتقعدي مع أولاده تحس إنك أنت من قلب الأسرة، حاجة مش بعيدة عليكي. بتعامل معاه بحب، مش عملية إن أنا بشتغل معاه عشان بيزنس أو بتاع، لأ أنا اللي سعيت أن أشتغل معاه وده شيء يسعدني. وأتمنى يا رب أكون أنا يعني أقف ظهره ويرجع حلمي عبد الباقي تاني اللي الناس حباه وتعمد عليه. مين اللي يتم قلبه في صباه قوله مين غيرك انت اللي كتب له يعيش حزين. انت في عيون الطفل وقته المجروحين، اسمع وجاوب عن سؤاله وقوله مين اللي يتم قلبه في صباه قوله مين
من غيرك انت اللي كتب له يعيش حزين. من غيرك انت اللي كتب له يعيش حزين. مش دي البطولة انك تموت ابرياء، ولا هيش بطولة انك تيتم طفل. لا مش دي البطولة انك تموت.